بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. تنشكر الناس اللي تخليو تعليقات زوينة بحقي، تنقول لهم شكرا شكرا شكرا. كيما انتم تتبغيوني انا تنبغيكم صراحة. تنحس بكم واحد واحد على المجهود ديالي وديالكم. انا ما تنخسر حتى شي واحد، وتنبغي الناس كاملين. وتنساعد على قد المستطاع، على قد المستطاع. واحد السيدة قالت لي الحمد لله القناة تلقاو فيها إيجابيات. تنتمنى لها تاهي حظ سعيد، وتنتمنى لكم الخير تنتوما إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم غادي نحط واحد الوصفة خاصة 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 بالقسط الهندي للجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم بومزوي والناس اللي عندهم القولون العصبي. ان شاء الله بحول الله وقوته. اليوم غادي نحط هاد الوصفة صالحة للناس اللي عندهم القولون العصبي اللي تينبض فوق البوط، اللي تيبدأ يضرب فوق البوط، تتحسي بالبوط ديالك تيضرب. هو منين تيجي؟ تيجي من الخوف، تيجي من اضطرابات الهضمية. الناس اللي في الكليات، الناس اللي تيقراو، الناس اللي تيتخلعو من القراية، الناس اللي تيقولو هادو الأستاذ خايب وهادو الأستاذ مزيان، وتيخافو من الأساسي، تيخافو من ما يجيبوش نقطة مزيانة. أغلبية الأولاد اللي تيقراو هما اللي تتكون فيهم هاد الخلعة. عندك الناس اللي عندهم كاين بعد بحال القطاني، شي حاجة بحال اللوبيا، العدس، كلشي تيضرهم. البان، الحليب. الناس اللي عندهم بوم زوي يبعدوا من الحليب ويبعدوا من التقليقة، ويحاولوا أنهم يبدأوا يديروا شي رياضة، يحاولوا أنهم يترولاكساو بأن ما يكونش عندهم ضغوطات، لأنه هو هتيشتغل في ذاك الوقت ما تيكون ضغوطات الجهاز الهضمي، تيولي عندهم اضطراب. إذن بحول الله وقوته غادي ناخدو القسط والعسل. القسط والعسل، القسط والعسل. انا القسط هو القسط والعسل، او القسط مطحون. هذا مطحون، كاين الابيض وكاين هذا اللون. القسط الهندي عنده القسط الهندي عنده بزاف المنافع. هو صالح للمس وصالح للعين وللحسد، ولكن بزاف الناس اللي تشافوا به بالعسل والقسط الهندي علاج القولون العصبي. هو بومزوي. ناخد معلقة ديال العسل مع قليل من القسط الهندي. القسط الهندي شحال خاصك تاخدي؟ بحال قلتي معلقه صغيره ونص، معلقه صغيره ونص. وناخذ قسط قد هذا، القسط ناخذ قد هذا، نخلطه مع العسل، نشربه الصباح على الريق، ونبقى تقريبا نص ساعه 30 ثانيه ونفطر. في الليل بعد العشاء ناخذه مع العسل وننام، نشرب وناخد مع العسل وننام. إذن القسط الهندي صالح لتطهير القولون العصبي. ولو يكون عندك عين أو حسد أو أي حاجة، بإذن الله مع القسط الهندي
الا خلطتيه مع العسل ما تيبقاش مر، ما تيبقاش مر، تيولي جيد في الطعم ديالو. اذا هاد النبتة القسط الهندي وصى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو السانوج. السانوج من الطب من الطب النبوي. اذا حاولوا تقلبوا على القسط الهندي والمنافع ديالو، وغادي ربي غادي يجيب الشفاء. اذا ما بقى لي يا حبابي ما نقول لكم، حاولوا تداوموا عليه، داوموا عليه مدة كل أسبوع، ناخده 3 مرات أو 4 مرات، ونحس براسي، تتحسي براسك وليتي مزيانة. هذه الوصفة ديال القسط الهندي، خاصك تاخديه 3 مرات في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع، مرة صباح ومرة في العشية، مرة في الصباح ومرة في الليل، حتى تتشافي. إذا بحول الله وقوته ما بقى لي غير نقول لكم الله يعاونكم، الله يجيب الشفاء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.